وصلت صفقة لهم عملوا يدفي انهم هما كيسرقوا كليان في حين انه هو ما يمكن يغطي ديك الفرق ديال الثمن من الناس ديال الكرا ما كيخلصهم شي فلوس ديالهم بهم كيخدم وكاين اللي ما نعرف مين كيجيب فلوس وكيغطي ديك الناقص وكيهرسو وكيجي واحد اخر خدام باغي السوق يكون مزيان باغي يخلص الناس ديال الكرا في الوقت كيجي ويديو له الخدمة ويديوها له بثمن ناقص. هاد الناس بحال هادو راه خصهم يتحاربوا. لو كانوا مقدين وقانونيين مرحبا السوق مفتوحة خدام تمشي الدراهم ولكن هما لا كيخربوا وكيكذبوا عباد الله وكينقصوا الثمن وكيزولوا الخدمة للناس. هذه كانت المحطة الأولانية، المحطة اللي لفت انتباه العشوائية اللي كيعرف هذا القطاع وهذا التخبط اللي كيعيش فيه، ماشي فقط لفت انتباه هما عارفينه وساكتين عليه، ولكن حنا لفتنا انتباه على أننا حنا ما نسكتوش وما نرضوش بهذا الشيء هذا يطول، وبأننا عندنا برنامج إن شاء الله اللي غادي نخدمو عليه، عندنا هذا الأسبوع هذا غادي ننزلو هادشي اللي هدرنا عليه اليوم ملف مطلبي باش ننزلو للمسؤولين ونرسلوهم شفنا شي تجاوب معاهم وشي رغبة حقيقية وإرادة حقيقية ديال الإصلاح وديال التنظيم مرحبا غنتعاونو شفنا عجباهم هاد العشوائية وراضيين وساكتين على هاد الظلم اللي كيعاني منو هاد الشركات الصغيرة جدا وراضيين بأننا المواطنين حنا نمشيو نضيعو راه قبل ما نجيو نوقفو بزز منا لأننا غنفلسو ما يبقاش عندنا باش نخدمو راه حنا نعلنو على وقفة احتجاجية وموراها إضراب إن شاء الله صافي الآن الفعالية ديالنا ديال هاد الصباح هذا راه انتهت الرسالة وصلت كما يجب واحد التحية كبيرة بعد السلطات الآن رجال الأمن الوطني على التنظيم ديالهم ديال المرور هنا رجال السلطة المحلية كانوا أيضا هنا تحية لكم خاصة وشكر خاص للصحافة والموقع ديال ناش وقع شكرا على الحضور ديالو والمتابعة ديالو والتغطية ديالو لهذا الحدث هذا وإن شاء الله نرسلوه كذلك باش يجي يغطي الحدث الأكبر إن شاء الله اللي هو غادي يكون في غضون أسبوعين وشكرا لكم يمكننا نمشيو كل واحد لي من الاخوان وشباب طريق معاه وطا ما نعملوش عرقه لا كيما العاده وكيما ولفناهم شكرا جميعا السلام عليكم معكم سائق مهني نطاق النقل العمال بطنجه عندنا واحد الوقفه على هاد القضيه ديال الزياده في اسعار المحروقات اللي كتشوفوا انتم دابا حنا كنتواجدوا في شارع الجيش الملكي وكنتمنوا هاد الوقفه هذه تجيب شي نتيجه وتجيب شي فائده لهذا القطاع هذا المطالب ديالنا حنايا كما كتشوف دابا فين ما كتزاد شي اسعار ديال المحروقات ولا شي حاجه كتجبر ان الضغوطات كتوقع على ارباب الشركات المتوسطه وحنا كسائقين مهنيين كنضروا حتى حنايا عاوتاني كتجبر السائق المهني مسكين راه كيضر شحال ما كانت الشركه اللي كتكون خدام معاها مزيانه كتكون تينا في واحد الحاله اللي مزيانه شحال ما كانت الشركه اللي كنت خدام معاها مثلا كتكون عندها واحد الاضرار انت كتسبب ديك الاضرار كتكون انت اول معني بالامر فهمتيني وكنطالبوا حنا وكان من المسؤولين انه يشوفوا لنا شي حل لهذا الشيء حنا فهمتيني الحمد لله هذه وقفه ناجحه الحمد لله انت كتشوف الاخوان اللي حاضرين معنا دابا الحمد لله كل واحد ما يماجي هذه وقفه ناجحه 100% فهمتيني وكنتمنوا حنا تكون وقفه اخرى اللي تقدر تجيب شي نتيجه اكثر من هيدا وشكرا بارك الله فيك السلام عليكم معكم سائق مهني
حنا كنتواجدوا مع هذ الاخوان هادو بسبب ديال غلاء الاسعار وخصوصا غلاء الغازوال. الغازوال اللي صافع واحد النسبه يعني كبيره تقريبا 20%، وهاد الزياده هذه ارباب الشركات ديال النقل هما اللي مصدرين من هاد الشيء هذا. لان قبل حنا انا بنيدي كنت كنتكلف كنعمر مازوط ديال الحافله اللي كنخدم بها، يعني بالنسبه لهاد الايامات ديال الاسعار اللي تزادت تزادت واحد 20%. مثلا كونتروسبور يعني في الشهر كتزاد واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم وكثر، يعني ديال الزياده هذه. ديال الزياده هذه راه ماشي في الصالح ديال الباترون، وهادشي هذا راه حنا كنصدروا منه كاملين. والحكومه في عوض تجي باش تحل المشاكل ديال المواطنين صدق زادت من مشاكل ديال المواطنين. هذا الحكومه هي السبب، علاش الحكومه هي اللي خصها تشوف المشاكل ديال المواطنين، يعني والمشاكل يعني في القطاعات كامله. حنا كنطالبوا بانخفاض الاسعار ديال الغازوال، هذه اهم حاجه، لان الغازوال راه حنا كنصدروا من غير القطاع ديال النقل، راه كنصدروا منه بصفه عامه. لان ملي كتغلي غازوال راه الترونسبور هو اللي كيغلي مواد اخرين. ديالو دخلوا الناس وماشي معقول. هادشي راه خصو شي وقفه، راه خصو اللي يهضر عليه. حنا مستعدين نهضروا عليه، ولكن متاكدين اننا الا هضرنا غير بوحدتنا بحال اللي كنهضروا على الحومه. ولكن الا وقفنا بيا هنايا وبيا هنايا وبيا هنا وبيا هنا راه غادي يكون العصر. والناس اللي كتقول لي خصنا نعملوا الاضراب، انا متفق راه خص اضراب، ولكن هاد الاضراب هذا خصنا ملي نقولوا نعملوه على الاقل واحد النسبه كبيره تشارك، ماشي ضروري يشاركوا كاملين. واش حنا محتاجين تيوقف طنجه كامله؟ دابا زولوا من السوق غير واحد 100 يقدروا يعوضوها. قال الناس اللي كره دابا الا زولوا الطوموبيلات 100 واش يقدروا تعوض؟ باش يعوضوها نعملوا الا كاين بشرط باش نحاربوا الناس اللي خارجه على هذا القطاع. اما الشركات اللي منظمه وكتخدم وكتخلص الناس وقتها حنا معاهم. الدراري اللي عندهم وحده وجوج ثلاثه خصهم يتجمعوا، راه عندنا هذا النموذج، ها هما الاخوان معنا هنايا، راه عملنا كونترا مع بعضياتنا وجمعنا 31 شركه. كاينه جروب كان تحاربوا اياه ولكن غادي نخدموا ان شاء الله. وهاد 31 الوضع دابا اللي كاين راه ماشي مقبول، راه كاين الناس كتستافد منه بطريقه غير مشروعه. هادوك الناس باش مكالين هاد الثمن هذا وكيجي يطيح الثمن على اخر حيت كيجيب فلوس من جهه اخرى، اما كيسرقك ليلك واما ما عارف فين كيجيبو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.